استحدثت المدرسة الوطنية العليا للمانجمنت تخصصات جديدة عالمية في طور الماستر والدكتوراه. هي المبادرة الأولى من نوعها على المستوى الوطني والمغاربي، ترافق التحولات الحديثة في الإدارة العامة. حنان هارون في الموضوع. رغم حداثة نشأتها ورغم أنها فتية، إلا أنها أثبتت وجودها في تكوين طلبة ذو امتياز وكفاءة في تخصصات تعد اليوم من أبرز الرهانات الاقتصادية. يعني اللي التحقوا وسجلوا نهائيا هما 200 طالب طور الماستر. طور الماستر 200 طالب طور الماستر. إذا لو كان نحسبوا هذا 200 طالب زائد 100 وزيادة 130 اللي ما موجودين تاع السنة الماضية، يعني يكون عندنا العدد اللي في الطور الماستر. ثالث عندنا تخصصين جديدين اللي فتحناهم في طور الماستر، كان عندنا 5 وزدنا ضفنا لهم 2. فيما يخص الدكتوراه عندنا تخصص مانجمنت المنظمات جديد، هو يعني كان موجود من قبل، زدنا فتحناه نظرا للطلب دائما المتزايد على هذا التخصص. المقاولاتية وإدارة المشاريع، الحكومة الإلكترونية والدكتوراه التنظيم، عروض تكوين متنوعة في طور الماستر والدكتوراه تتماشى والمتطلبات الاقتصادية الراهنة. نوعيات من التكوينات تعتبر حديثة في العالم بصفة عامة، فعددها محدود، فقط مجموعة من الجامعات ربما تكاد تعد على الأصابع التي فتحت مثل هذه التكوينات. طبعا المدرسة الوطنية العليا دائما تفكر بمنطقي الإدارة العامة وإدارة الأعمال، ففي مجال الإدارة العامة والإدارة الحكومية فكرنا في تخصص الحكومة الإلكترونية. أما فيما يتعلق بإدارة المؤسسات فلا يخفى على أحد أنه العامل الأساسي للتطور والتجارب العالمية تشهد على ذلك هو نسيج المؤسسات الصغيرة الذي يدعم الاقتصاد الوطني. خاصية الالتحاق بالمدرسة لا يستلزم تخصصا معينا، فكل طالب حامل لشهادة مقبول، كما لا تحدد كذلك شرط السن. هم إذن طلبة يعول عليهم في لعب الدور المنوط بهم. نقراو كيفاش كرياسيون دونتربريز، نقراو كذلك على لي تيوري تاع تايلور هنري فاير، ونقارنو بيناتهم، نديرو لا كريتيك و بو افوار اون دوزيام كومبيتونس كوم سي سي لو سلوغون دو لونيفرسي دو نوتر ايكول ليكول دي دوزيام كومبيتونس. المدرسة الوطنية العليا للمانجمنت للتميز والريادة بتكوينات مبنية على الجودة وتخصصات بمعايير عالمية تلبي وتستجيب لاحتياجات السوق.